والأهم إحنا بنفتح المواضيع دي عشان يكون في محاسبة ويكون كل مسؤول أو طبيب حاطط قدام عيني إنه لو أخطأ هيتم يعني فتح الأمر ومحاسبته، سواء بنتكلم على المستوى القانوني أو على المستوى الشعبي كمان. مواطنة لقت مسرحها النهاردة الله يرحمها، اسمها خضرة رمضان زكي، عندها 40 سنة، ربت بيت، توفت داخل مستشفى الشاملة بكفر الدوار بالبحيرة، بسبب برضو أنه يعني دلها يعني الدكتور دلها حقنة في الرقبة بالخطأ. والكلام ده مش كلامنا، ده وفقا لتقرير مفتش الصحة في المحافظة.